سابقا كانوا بس يشوفوا الدراجة يتحايدوها ويبعدوا عنا ويعملوا نظرة لا ما نمنح. نحن اليوم الدراجة محبوبة، صرنا نفوت على المناطق، نستهدف المناطق الأشد فقرا، الناس صارت تبتسم لنا وتحبنا وتعرف انه نحن جايين نقدم شيء. عم نحاول نوظف هالرياضة لشيء إنساني أو شيء أخلاقي. ساعة 3 وهم يلا خلاص يلا تفضل. احنا دمشق 50 شخص تقريبا، منجيب الأكل من جمعيات، عدة جمعيات تطوعية خيرية، هدفنا توزيع الأكل من الجمعيات وإلى مصادرهم مناطق التوزيع. نستغل الميتور لأنه هو أريح بالحجم بين الحارات وبالمرونة أثناء توزيع الوجبة. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا هي بحركتنا بدون المدينة، بالموافقات اللي بتاخد شوية وقت، بالمحروقات اللي عم نقدر نأمنها، التكاليف عم تتوزع على الكل، يعني شباب كلها مشكورة، ما حد عم يقصر معنا، علما أنه نحن ممنوع نلم تبرعات، فنحن عم نكون تبرعات داخلية مننا وفينا، يعني عم نغطي نفقاتنا نحن الأساسية تبعيتنا. الله بين يا خال، الله بين، يلا الله يوي حط لك يا ون جم. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. اهلا وسهلا. نحن حكي